السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته المتتبع الأوفياء لقناة شوف تي في، مباشرة معكم من مدينة العرائش محمد. اليوم غادي نهضروا إن شاء الله على علاش غالبية الشباب المغاربة كيفكروا في الهجرة للخارج. اكيد موضوع ديال الهجره الكل كيعرف بان موضوع ديال الهجره موضوع مهم، وان اغلب ديال الشباب كيفكر انه يخرج من البلاد يمشي باش يحسن الوضعيه الاجتماعيه ديالو. اذا شنو في نظركم الاسباب اللي كتخلي الشباب ديال الوقت هذا انه يهاجر البلاد ويمشي؟ طبيعه الحال كاين مجموعه ديال الاسباب الشباب أنه يهاجر. لأن كما قلت كاين مجموعة ديال الأسباب اللي كتخلي يهاجر ويبحث ملجأ آخر أو بلد آخر يقدر يستقر فيه ويقدر يعيش. الكل كعرف بأن البطالة من بين أسباب أو سبب من بين أسباب الشباب كيفكروا في الهجرة. إذن متتبعين الأوفياء لقناة شوف تي في، كنتمنى أن الموضوع يكون عند المستوى المطلوب ديال المتتبعين الأوفياء، ونناقشوا نظركم علاش أو أنت كشاب علاش كتفكر في الهجرة خارج البلاد. لأن كاين مجموعة ديال الأسباب اللي كتخلي الشباب أنه يغادر البلاد، مثل البطالة، الفقر، وكذلك لتحسين الوضعية الاجتماعية. اذا كما قلنا اسباب ديال الهجره كاين مجموعه ديال الاسباب. كاين اللي كيهاجر على اساس طلب العلم، كما قلت كاين اللي كيهاجر على اساس طلب العلم، وكاين مجموعه ديال الشباب كيلجؤوا للهجره الى الخارج باش يحصلوا للعلم وطلبه، خاصة أوروبا. وكاين اللي كيهاجر على أساس العمل، كاين اللي كيهاجر على أساس أنه يكون عنده واحد دخل قار شهري قار، واحد الصالير اللي هو مزيان يقدر يعيش به ويعيش به الأسرة ديالو. وكذلك من بين سبب من بين أسباب ديال الهجرة هي العولمة، لأن كاين مجموعة ديال الشباب الكل كيعرف بأن العالم تحول إلى قرية صغيرة نتائج العولمة اللي كيسهل التبادل الثقافي بين الناس. الشباب المغربي والعربي بصفة عامة يحاول أنه يتعرف على ثقافات أخرى بكل سهولة من خلال سواء التلفاز أو شبكة التواصل الاجتماعي المختلفة. وأكيد أن هذه الثقافات تغريه على الرغم من تعرضها مع قيم
أمتنا وحضارتنا الإسلامية. وكذلك من بين أسباب الحروب والنزاعات، سبب من بين أسباب الحمد لله البلاد ديالنا المغرب آمن مستقر، عندناش لا حرب الحمد لله. إذا متبعين الأوفياء، علاش غالبية الشباب كيفكروا في الهجرة للخارج؟ شنو هو السبب اللي كيخلي الشاب أو الشابة أنهم يهاجروا خارج البلاد؟ إذا في نظركم علاش مجموعة ديال الشباب كيفكروا خارج البلاد؟ أكيد كاين مجموعة ديال الأسباب، من بين الأسباب اللي ذكرنا العمل، العولمة، حروب والنزاعات. وأكيد أن الشباب يكون الهدف ديالو هو أن الطموح والحلم، يحلم بواحد المستقبل اللي هو مستقبل يكون عنده، مستقبل يكون عنده كما كنقولوا سالير مزيان أو بطبيعة الحال البطالة من بين أسباب ديال الهجرة. إذا كما قلنا من مجموعة ديال الأسباب ديال الهجرة اللي كتخلي الشباب أنه يفكر ومن غير يهاجر خارج البلاد، أولا البحث عن عمل أفضل من العمل السابق. بطبيعة الحال كما قلنا قبل العمل، وأغلب الناس كيكون الهدف ديالهم هو هذا، هو السبب الرئيسي للهجرة من الدول الأم إلى دولة أخرى، الهروب من حالة الحرب في الدول التي تعاني من الحروب بشكل دائم، أو اللجوء السياسي أو الإنساني عند المعاناة مع اضطهادات فكري أو ديني أو اجتماعي. القضية ديال اللجوء السياسي، الإنسان ما يمكنش يهاجر، راكون اكيد الى مشى ما غاديش يولي يدخل لديك البلاد، او الهروب من الكوارث الطبيعيه مثل الامراض والمجاعه والزلزال والبراكين. اذا نحاولوا اننا نقراو التعليق ديال المتابع الاوفياء لقناه شوف تي في. الاخ رشيد كيقولنا البطاله اكيد اكيد خاي رشيد، البطاله سبب من اسباب ديال الهجره خارج البلاد. البطالة كنهضرو حتى على الفلوس، على المادة كتكون قليلة. إذن كما قلنا بغيو نذكر المتتبعين الأوفياء بحلقة ديال اليوم، علاش الشباب المغاربة كيفكروا في الهجرة للخارج؟ علاش انت كشاب او انت كتفكر وكتطمح انك تخرج خارج البلاد او تهاجر للخارج؟ لأن بطبيعة الحال المتتبعين الأوفياء دائما كيقولون بأن العمل من بين سبب، من بين الأسباب اللي كتخلي أن الشباب يفكر في الهجرة. بطبيعة الحال في ظل البطالة والوضع الاقتصادي الراكد، تتزايد محاولات مجموعة من الشباب والشابات للوصول إلى أوروبا بحثا عن مستقبل أفضل، وخاصة أن الكل كيعرف في الأشهر الأخيرة زادت رحلات الهجرة منطلقة من سواحل البلاد إلى أوروبا. إذن بطبيعة الحال كل اللي يقول بأن البلاد الحمد لله فيها ما يدار، بطبيعة الحال بلادنا فيها ما يدار، باقي فيها الخير، ولكن للأسف الشديد
اليد العاملة، الأثمنة ديالها طايحة كما كنقولوا، زائد أن هناك قلة فرص الشغل. هذا من اللي كيجعل اللي كيخلي الشباب يخرجوا خارج البلاد، زائد حتى كما كنقولوا الصالير الشهرية كتكون زايدة مقارنة مع الدول الأوروبية. إذن كما قلت، كاين مجموعة ديال الأسباب اللي كتخلي أن الشباب أو ديال هذا الوقت أنهم يغادروا البلاد اتجاه بلد آخر. إذن في نظر المتتبعين الأوفياء، علاش غالبية الشباب المغاربة كيفكروا في الهجرة؟ إذا أنا نعطيكم أنا بعض الاقتراحات ديال الأسباب ديال الهجرة، وكنتمنى أنكم تضيفوا لنا إلى نسيت شي اقتراح أو تنورونا باقتراح. كاين مجموعة ديال الأسباب، من بين أسباب الهجرة البحث عن فرصة عمل، أو الإنسان كيلجأ للهجرة خارج بلاده من أجل البحث عن عمل مناسب. وأغلب الهجرة كتكون ناتجة تعرض البلاد إلى أزمة اقتصادية والبطالة، وبطبيعة الحال بعض المرات يكون بأن الحروب والكوارث مثل الزلزال والمجاعات والصراعات في البلاد تتسبب في الهجرة، سواء هجرة شرعية أو غير شرعية. من بين الأسباب ديال الهجرة عدم تقدير الكفاءات، ولهذا يبحث الأشخاص عن بلد آخر تقدر مهاراتهم وكفاءاتهم المختلفة. وهذا اللي خطير متتبعين الأوفياء، أن هجرة الأدمغة هو من بين أخطر الهجرة اللي كاين. وبطبيعة الحال من بين أسباب الهجرة الأجور التي يتقاضاها العاملون يسبب اللجوء إلى الهجرة. بطبيعة الحال أكيد أن من بين الأسباب هي الكثافة السكانية المرتفعة والتي تتسبب في البطالة وانخفاض المستوى الاقتصادي. إذا نحاول أننا نقرأ التعليق ديال المتتبعين الأوفياء ونكمل موضوع ديالنا. إذا رشيد، الأخ رشيد يقول لك البطالة بتحياتي. بطبيعة الحال أخي رشيد، بطالة سبب من أسباب ديال الهجرة. أخت أمي ما كتقول حيت ما كاينش الخدمة هنا، الله بلادنا ما عطيناش أخويا، البلاد كطير البراني جوهرة البحر، تيشوف راسهم هنا لا مستقبل لا والو. اللهم يغامر بحياتهم فيها، وصلوا فيها ما وصلوش. شباب حياة المغرب زوين، شباب وراحة. بطبيعة الحال الاقتراحات اللي عطيته متتبعين الأوفياء وأكيد أنها على صواب، ولكن للأسف الشديد راه قبل ما كتكون الهجرة إلا وكتكون طرق ديال الهجرة. وللأسف متتبعين الأوفياء راه يقدر يوصل، يقدر ما يوصلش، راه قوارب الموت فيها الإنسان وكيمشي يقدر يوصل أو يقدر ما يوصلش. الهجرة السرية كيركب في زورق مطاطي البحر، يقدر ديك الزورق يقدر يوصلهم يقدر ما يوصلهمش، يقدر يتقلب عليهم نحسب الجو كيعمل، وتقدر تفرقع ديك الزورق، يقدر يتفرقع يترتق ديك الزورق مطاطي، أو يقدر يوقع لا قدر الله شي كارثة وتلزق انت ما انت بالحياة، ما انت بالمغرب كما كنقولوا، ما انت بأوروبا.
إذا نكملوا على نوصلوا النوع عفوا الأنواع ديال الهجرة. الكل كره بأن أنواع ديال الهجرة هجرة خارجية، وهي خارج البلاد والذهاب إلى بلد آخر، وهجرة داخلية وكتشمل الانتقال من الريف إلى الحضر، أي من البوادي إلى المدينة للبحث عن عمل أحسن. إذا كنتمنى أننا نكون حاولنا نوصل لكم موضوع ديالنا اليوم، وكنتمنى المناقشة ديالنا معكم تكون رائعة في هذا النهار. إذا أي واحد عنده شي اقتراح حنا راه الإشارة. إذا كنشكر متتبعي الأوفياء لقناة شوف تيفي، نتمنى أننا نتلاقاو في موعد لاحق، وتحياتي للجميع.